وعشان ما يزعلون علينا المعلمين، وبما أنه أول يوم في الفصل الدراسي الثالث، أنا أحب أقول لهم أنه أشق مهنة في العالم بالتصنيف صنفوها المعلم والشخص اللي يعمل في مناجم الفحم. الله. اللي داخل الله مناجم الله الفحم تحت الله الأرض قارنوها، قالوا أنه المعلم عمله شاق جدا وهي من أشق الوظائف الموجودة. جميل. لكن متى يكون هذا المشقة؟ إذا فعلا أدى العمل بما يجب أن يكون، بمراعاة مشاعر الطلبة، بمراعاة الأحاسيس اللي موجودة عندهم. لذلك يوم قال قبل شوي واحد سمعت، ما أدري من الأخوان، قال بالمرحلة الأول الابتدائي أنه واحد يصير مدرس في اليابان على سبيل المثال، اللي يدرسون الصفوف الأولى أول وثاني وثالث يركزون عليهم في الاختيار أكثر من مركزون على أساتذة الجامعات، ويبدو أنهم حتى أغلى في الراتب كوظيفة جداً. وبعضهم يأخذ يعني يصير على درجة ماجستير أو أعلى بعد. لذلك في اليابان أنا أرجع مدرس ياباني يدرس صف أول ابتدائي، بس كيف يراعي مشاعرهم وأسئلتهم؟ المدرس يشرح لهم مادة أحد المواد ويقول لهم ترى قطع الأشجار يضعف عندنا الغطاء النباتي والأكسجين، وقاعد يتكلم أنه لازم نحافظ على الأشجار ونزرعها ونسقيها وننتبه لها. وبنفس الوقت جاء درس ثاني ونفس المعلم يقول أن أقلام الرصاص إحنا نقطع الأشجار ونصنع منها أقلام الرصاص. فطالب صف أول عنده من الذكاء الرائع الجميل قال أستاذ أنت في درس قبل تقول لنا لا تقطعون الأشجار وحافظوا عليها، والآن تقول نقطع الأشجار ونصنع منها أقلام الرصاص، كيف نوفق؟ المدرس الرائع الجميل شكر الطالب قال سؤالك رائع وجميل، أنا ما عندي إجابة الآن، رايح أبحث عن إجابة ورايح أجي لك. وراح للمصنع اللي يصنع أقلام الرصاص وقال لهم أنا عندي طالب ذكي جدا في المرحلة الأول عمره 6 أو 7 سنين وطرح عليه هذا السؤال، كيف ممكن نغذي هذا السؤال أو نبتكر حاجة من سؤال هذا الطفل؟ قالوا له بكل بساطة، يعني حتى المعلم يعني شاركهم هذه الفكرة، قال إيش رأيكم كل قلم رصاص نجعل في نهايته قبل الممحاة الأخيرة نضع بذرة شجرة من نفس الصنف اللي قطعنا منه الشجرة. يا سلام. فأكبروا حقين المصنع الفكرة وقالوا خلاص إحنا نسويها. جاهوا قال للطلاب خلاص من اليوم فصاعدا في اليابان حتحصلون أقلام الرصاص لما تبرونها وتنتهي في آخرها حتحصل بذرة، البذرة دي تدور مكان صالح علشان تزرع فيها الشجرة. وبذلك إحنا شاركنا. الفكرة جت من طفل، بس كيف المعلم هذا اللي أدى الجهد الرائع الجميل في الإنصات إلى هذا الطفل، ومن ثم قاعد يفكر في الابتكار. مهم جدا اليوم، يوم تكلمت قبل شوي كم يعني تسربوا من المدارس أو حتى من الجامعات عندنا بسبب كلمة أو بسبب فعل أو سلوك قاله الطالب والطالب قام وطلع من المكان. صح. بسبب، فمهم جدا حقيقة قضية الاحترام، الإنصات، التقدير، مرحلة السن والتغيرات اللي تصير اليوم على الأطفال، مهم جدا إن ننتبه لها. جميل، يعطيك العافية. طبعا الدكتور أحمد